Il y a eu des, il y a des réflexions à voir, il y a des choses qui se font avec le temps, il y a des prises de décision qui arrivent un peu plus sur le tard, et que voilà, on n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. On est là pour faire en sorte que cette équipe nationale, elle soit la meilleure le possible jour après jour. كثر الحديث عن إقناع وخطف عدة مواهب باستطاعتها تقديم إضافة نوعية يبشر بالخير، فعزم المسؤول الأول عن المنتخب الوطني في ضخ دماء جديدة أصبح متاحا. في انتظار صدور قائمة بالماضي، مؤشرات عديدة توحي أن عددا معتبرا من اللاعبين الجدد سيلتحقون بالمنتخب الأول. بوعناني، أيت نوري، عوار، حجام، كيركوف، شيبي وحتى وايزر، قائمة اللاعبين المحتمل تواجدهم ضمن تربص الخضر القادم. ورشة بالماضي المنتظرة ستحمل مفاجآت عديدة. Mois de mars, en tous les cas, voilà, des joueurs, des vrais communications, un vrai changement et une vraie évolution dans les décisions de nous rejoindre. التخطيط للمدى البعيد يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة. مجموعة من الشبان محاطة بكوادر ذي خبرة قد تعيد هيبة القميص الأخضر. تشبيب المنتخب هي أولوية من أولويات الناخب الوطني قبل كان كوت ديفوار 2023 ومونديال 2026.